السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على قهوة الخواجة. ضيفنا النهاردة الدكتور علاء صادق من قلب ملعب النادي الاهلي في معسكره قبل مباراة اتحاد جدة المرتقبة. حرص مارسيل كولر في اخر تدريبات النادي الاهلي على غلق الملعب تماما وعدم دخول الصحفيين وعدم دخول الجمهور، وطلب من اللعيبة ان هي تركز في التمرين عشان المواجهة المرتقبة، وحرص مارسيل كولر على الضغط العالي من اول دقيقة، وكمان جاب الاهداف اللي دخلت مرمى اتحاد جدة وهي اهداف كتيرة، وحرص ان الدفاع اتحاد جدة مش في احسن حالاته، والضغط العالي هيبقى مهم جدا للنادي الاهلي، وكمان حرص على دعوة الجمهور يكون مليان في المباراة، وكمان يلبس تيشيرت النادي الاهلي. حاجة غريبة جدا حصلت في الصحف البرازيلية، مهتمية جدا بماتش الاهلي واتحاد جدة. طب الصحف البرازيلية ليها 4 لعيبة داخل اتحاد جدة وبتدعم اتحاد جدة للأسف بمنتهى القوة. طبعا عارفين فابينيو لاعب البرازيلي اللي كان بيلعب في ليفربول جنب محمد صلاح محترف في اتحاد جدة، ورومارينيوم الهداف بتاعهم محترف في اتحاد جدة، والحارس والجون كيبر برضو من البرازيل، فكل دول لعيبة برازيليين فيهم 4 وأساسيين كمان. الصحف البرازيلية بتدعم وليها الحق الطبيعي، الصحف الأسبانية كمان بتدعم المباراة. طب الصحف الأسبانية تدعم المباراة وما فيش ولا فريق أسباني داخل كأس العالم، هقول لك بيدعموا اتحاد جدة، وجابوا صورة غريبة قوي، جابوا صورة لكريم بنزيما وجابوا صورة لمحمد الشناوي، وقال أفضل حارس في أفريقيا وهداف ريال مدريد في على مستوى الدوري الأسباني، وحطوا الصورة وقالوا البقاء للأقوى. وزي ما قلنا في بداية الحلقة، بجماهير النادي الأهلي تلبس تيشيرت النادي الأهلي علشان يبان قوة النادي الأهلي من خلال جمهوره. وكمان في كاس عالم والسعودية وعاملين نظام جديد ان انت التذكرة بتاعتك فيها باركود، والباركود هيبقى على تليفونك، والتليفون هتحطه على الباب الدخول هيفتح لوحده. ده النظام الجديد بتاع كاس العالم، وفي تطور كبير جدا في مباريات كرة القدم وفي الكرة عامة وفي الحياة الطبيعية اللي التطور والتكنولوجيا بتتبعها. قبل ما نخش في الجانب الفني، عايزين نقول لجماهير قهوة الخواجة انزل دوس على لايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد. ونيجي للجانب الفني، الجانب الفني 8 محترفين في نادي الاتحاد السعودي، وفي حاجة غريبة جدا ان ال8 لعيبة المحترفين من ما بينهم اللاعب المصري أحمد حجازي أسعارهم عالية جدا، يعني أي واحد فيهم أغلى من أي لعيب في النادي الأهلي. الكلام ده على الورق يا خواجة، لكن في الورق لعيبة محترفين، في على الورق كريم بنزيما وما أدراك ما كريم بنزيما، على الورق اتحاد جدة قوي جدا، وعلى الورق الأهلي جامد جدا. ننزل إلى أرض الملعب ونقول لمارسيل كولر الضغط العالي والتوفيق في التشكيل، لأن تشكيلة النادي الأهلي إحنا عايزين 11 راجل في الملعب. 11 راجل ليه؟ لأن كريم بنزيما هداف. يعني إيه هداف؟ يعني الراجل الكرة لما بتيجي تحت رجله بيشوطها وهي تحت رجليه، ما بيحتاجش المساحة إن هو يتمطع ويمرجح رجليه ويشوط. فده يعني أنت تضيق المساحات. الشناوي يكون يقظ، محمد عبد المنعم في أفضل حالته، ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة أيهما أو كلاهما، المباراة مباراة ماراثونية، مباراة احتفالية، قمة عربية في الملاعب السعودية بطعم كأس العالم للأندية. وما أدراك ما كأس العالم للأندية، والكابتن محمود الخطيب حضر آخر تمرينة للنادي الأهلي ووعد اللعيبة بمكافأة كبيرة جدا، لأن ده ربع نهائي كأس عالم للأندية، مباراة قوية جدا، مباراة زي ما قلت لك مش الصحف السعودية بس، الصحف البرازيلية والصحف الأسبانية والصحف المصرية والصحف السعودية
كله على قدم وساق لمباراة القمة، مباراة العربية. ودلوقتي شعار جماهير النادي الأهلي أهلا بالمعارك، ليلة المعركة بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، مباراة ماراثونية، مباراة كلنا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي محتاج يخرج من عنق الزجاجة اللي هو فيها. هي مباراة فعلا حرفيا عنق زجاجة، النادي الأهلي جاي من تتويج بأفضل نادي في أفريقيا، نتائجه في الفترة الأخيرة مش أحسن حاجة، فدلوقتي هو محتاج فوز صعب، أنت محتاج تعمل حاجة صعبة عشان يرجع لك ثقتك بنفسك، يرجع لك تركيزك، يرجع لك قوتك، وعنق الزجاجة هيبقى اتحاد جدة بكامل نجومه، بالمصري أحمد حجازي، بكريم بنزيما، بكونتي، برومارينيو، بفابينيو، بكل ما تحمل كلمة من معنى. الأهلي قادر على الفوز، وهتبقى مباراة هنطلع لها بعد المباراة مباشرة بلايف نحكي فيه ونتحاكى على المباراة وأجواءها، ونبارك للنادي الأهلي بالفوز بأمر الله، لأن المباراة ما فيهاش تعادل، لازم فريق يكسب عشان فريق يروح للسيمي فاينال كأس عالم للأندية، وفريق يودع البطولة في انتظار الفريق البرازيلي فلا مينجوس اللي هو في انتظار الفائز من النادي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي. واسمع رأيك في الكومنتات، ورب الحلقة تكون عجبتكم. دايما كل جديد على قهوة الخواجة، تحياتي أحمد الخواجة، حبيبي يا خواجة.